لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما صباح النور البنات، شنحويلكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمه الناس الكل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو ويعجبكم محتوى القناه. ما تنسوش باش تشجعوني بالجيم والكومنتير، واللي مازالت مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس هكاك باش يوصلها كل جديد. وان شاء الله يا ربي نقدموا هكا وتولي عائلتنا اكبر وتتحفزوا معايا في الفيديوهات وناخذوا افكار من بعضنا، وان شاء الله تنال اعجاب الناس الكل يا ربي. نبداو بنيت على بركه الله قبل كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم البنات ما عنديش برشا قضيه، خاطر امس عملت روتين برشا في الدار وتعبت نوعا ما. امس اليوم قضيه خفيفه، وتعرفوا بما انها عطله ماذا بينا هكا ندلوا صغيراتنا شويه. عملت لهم اومليت وعندي الكيك هذاك تاع نشارك معاكم، اسهل منه ما فماش. وعملت قهوه حسيل وتنوشت كل حاجه شويه، وحطيت لهم هما فطروا ومشاو يلعبوا. وديما نحب هكا نفطرهم هما قبل ومن بعد نفطر على راحتي. وخملت الكوجينه سي بون، معناها غسلت الماعون وسيقتها، ديجا ما فيهاش برشا معناها ماعون خاطر من الليل بيتها نظيفه. هاكا البنات حطيت الفطاير في الجرده هكاك، رتحوا حتى اعصابنا شويه. ومع الصباح مع كي النسمه نزلت بارده شويه. نحب ديما ناخذ وقتي في القهوه، ومن بعد حتى كي نتعب في النهار ولا نبقى نقضي ما معناها نحس روحي مرتاحه. اهم حاجه عندي الصباح هي فطور الصباح، نحب هكا ناخذ وقتي فيه. باهي البنات، بما انه الكوجينه قلت لكم تقريبا كملتها نظيفه ما عنديش فيها برشا معون. وهذه الفيديو راهو مش متاع اليوم الصباح، معناه متاع امس صورته وكملت عليه اليوم فطور الصباح. هنا البنات عندي سكالوب بطبيعه مديته وخليته من الليل، معناها اللوطه في الفريجيدير. وهنا عندي معناش نعمل طاجين، باش نعمل سكالوب مشوي. قصيت اللي باش نعمل بهم الطاجين ومن بعد هزيت غسلتهم، واللي نتاع السكالوب مشوي كيف كيف هزيت غسلتهم بعد باش نفوحهم. هاكا البنات بعد ما غسلتهم توا باش نفوحهم، باش نحط لهم معناها الفحات اللي نحطهم، راني نحبش برشا فحات بالنسبه للطاجين. نحط كركم وملح وشويه فلفل اكحل، ومن بعد زدتهم كليل مرحي، الكليل اللي يبنن على الاخر في الطاجين، ملح وكركم وفلفل اكحل وكليل مرحي اكها. وسكالوب كيف كيف حطيت له باش يجيكم هكا لونه احمر والكل، حطوا له شويه شويه هكا على راس المغرفه شويه طماطم وشويه فلفل مرحي
وتحبوا تحطوا كليل ولا ما تحبوش كيما تحبوا، وشوي فلفل اكحل وملح وكركم، وتخليه فيك الفاح نتاعو في الفريجيدير. ومن بعد كي تجي طيب وتقاها مفوح مريقل. هنا مديت البطاطا باش نقص للطاجين والفريت، عملت شويه فيت وشويه ومعناه والباقي للطاجين. وهنا قصيت البطاطا مكعبات صغيره بعد ما غسلتها باش نقليها للطاجين. وان شاء الله اليوم باش يكون فيديو والروتين الكل في الكوجينه، كل مره نوع لكم في بلاصه باش ما تقلقوش وباش ما يكونوش الفيديوهات متشابهين. وانتم زيدوا عطيوني رايكم شنو تحبوا بالضبط. هنايا البنات باش نقليها، باش نقلي البطاطا وباش نحط السكالوب، مش نعملو تختوخ، معناه مش في الماء باش نطيبو، باش نحطو مع شويه زيت ورص بصل جويد ونطيبهم مع بعضهم. هاكا البنات باش نخلي البطاطا تطيب ونغسل الماعون اللي عندي باش نكمل فرد مره، معناه كل ما بعض نخرج منها الكوجينه نطيب مره برك. راهو البنات نطيبش مرتين، معناها فطور وعشاء وكها، مرات قليل ونعمل فطور وحده وعشية وحده، أما الأغلبية مرة برك نطيب ونخملها الكوجين ونخرج فرد مرة منها. هكا تبقى لك العشية مرتاحة، كان باش تقري الصغار ولا باش تخرج هكاك تستغل الوقت أكثر ما يمكن. وعطيوني رأيكم البنات شنو رأيكم في الكولير الجديد نتاع الكوجينة، نتصور لاحظت ولا ما لاحظتوش. مازال إن شاء الله يا ربي باش نغلف في الرخامات خاطر كانوا مغلفين ونحيت لهم الغلاف فكل مرمطة وباش نرجع لهم الغلاف ان شاء الله على قريب. زاد البلاكار الاخر كان مغير رخام، معناه في الوسط كان فيه لوح بدلته رخام، تو نهار نشارككم زاد كيفاش ولا. احاسيلو هذوما من بين التغييرات اللي صاروا وما شاركتهمش معاكم على الغالب، كل مره نوريكم حاجه قولوا لي شنو رايكم، اما خير قبل الكولير نتاعها ولا تو. وهذه هي البنات التختوخ متاع الطاجين. اما من بعد لقيتوا الطروف متاع الدجاج كبار، كملت رحيتهم بعد ما طاب جاني خير. وديما مرحي راه يجيكم احلى من يبدا مقصوص، حتى كي يبدا مقصوص جويد مش كيما مرحي. وهنا سيبان معناه حضرت البطاطا وحضرت الدجاج متاع الطاجين، تو باش نخلط هذاك شويه الزيتون. الزيتون البنات اغسلوه من الملح والمصبرات قبل، قصيته جويد شوية زيتون مش برشا خطر باش يكون برشا ملح، نحاول ننقص. هنا عندي شوية بريزيدون ربي، خديت بريزيدون خطر أبن من الجبن الآخر ويجيك الطاجين أبن. وانتم حطوا اللي عندكم، حطيت البطاطا وحطيت الدجاج ومعدنوس والبصل اللي جاتا في التختوخ. طيب وش نزيد العظم، ديما العظم حطوها وحدها الله أعلم، زال الدنيا سخونة. حطيت البنات حارتين مرلولة، حطيت اقل من بعد قيت ونقص شويه زدت الكعبات الاخرين. وباش نزيدو شكاره خميره نتاع جاتو وملح وشويه فلفل اكحل وشويه كركم. الملح ما تكثروش، اعرفوا كيفاش تملحوا خاطر الجبن مالح الزيتون. وباش نحط 3 طوابع فرماج العادي هكا هاو، هذا هو. وباش نحطه في الفور، ديجا سخنتها الفور باش فيسا فيسا نكمل، معنا فيسا يطيب ما يقعدش برشا وقت في الفور. هنا شويه فلفل اكحل وليلا محمد رسول الله ودهنت الطبق بالزبده وكا هو، نخليه يطيب على روحه. وهكا معايا كمل الفيديو، ما تنساوش كان وصلتوا هنا اجي مول كومونتير، واللي مش مشتركه تشترك باش يوصلها كل فيديو نهبطه.
وهنا البنات باش نقلي البطاطا باش نشوي سكالوب، حطيت شويه زبده للسكالوب وباش نخليه يطيب ونقلي البطاطا. تشوف البنات كيفاش يجي، على خاطر حطيت فيه شويه طماطم وشويه فلفل مرح، يجي لونه يشهي وعلى محليه. شوفوا البنات كيفاش يجيكم هاك، علاش نحط شويه طماطم وشويه فلفل مرح. وهنا كملت حضرتهم وقصيت شويه طماطم شويه بصل وحطيت الفريد، حطيت شويه زيتون. باش نوريكم الطاجين بعد ما طاب. هذه البنات هريسه عربي عملتها في الدار وممكن جلدها، كل مره نمد منها شويه، معناها اللي باش نستعملوها اكها باش تصبر هكاك وتبقى في الفريجدير. وهنا الطاجين، وتو ما بقى لي كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه وبسلامه.